حضرتك عندك حاجة تقولها ولا أنا عندي أسئلة كثيرة عندي جدا؟ عندي حاجات كثيرة أقولها اللي أنا هبدأ بيها، كنت هبدأ بيها وهقولها لك علشان يبقى الحكاية. بقول لك ديت جابت لي تهديد، فيعني على إيدك اللي أو أنت حاجة هتقوله كده. دلوقتي ده يا دكتور جاب لك تهديد؟ بالضبط، وهو الآتي: إن في فترة بناء ما يسمى بالبنية التحتية اللي هي الأسمنت، الطرق والكباري والكلام ده، كانت تبنى أيضا بنية فوقية. يعني إيه بنية فوقية؟ يعني حكومة. الحكومة دي مكونة من الآتي: 32 وزير، 27 محافظ، بنك مركزي، لا خمس 27 70 محافظ، 27 محافظ أظن، ولاية على ولاية. البنك المركزي دخلوا بالموضوع؟ لا، كل الناس عندها حق انها تمضي تاخد فلوس وتصرف فلوس. أنا اتلخبطت، كل الناس مين؟ انا معاك وبقول لك انت عندك حكومه وزاره كويس وعندك محافظين كويس وعندك حاجه اسمها الصناديق الاقتصاديه، ودي 59 صندوق، كويس وعندك حاجه اسمها الصناديق السياديه، ودي 5 صناديق، وعندك 12,000 صندوق خاص. كل دول بيلموا الإيرادات اللي هي بتيجي لهم، المفروض إن إيرادات من الشعب، ويستخدموها في صندوق، والصندوق عنده حق إن هو يفتح حساب يا في الداخل يا في الخارج وينفق كما يشاء. اللي هو الصندوق السيادي، والخاص، اللي هو صندوق تحيا مصر. لا، هو صندوق تحيا مصر غالبا سيادي، انما انت عندك 12,000 صندوق حي فلان الفلاني كل صندوق من دول له حق يفتح حساب بره مصر او جوه مصر؟ بالضبط. اوكي، فتصور بقى انت عندك درجه التفتيت قد ايه. هذه المجموعات كل واحد بيشتغل كما لو كان في جزيره منعزله، وبيشتغل على ايه؟ يشتغل على ايه؟ بيشتغل على الايرادات، بياخدها من الشعب ويحطها في جيبه ويصرف فيها زي ما عايز، ويحط يفتح حساب يا اما في البنك المركزي حسب القانون، يا اما ما يفتحش حساب في البنك المركزي. فبيقسموا الصناديق لثلاث انواع او اربعه، يعني مش عايز اعقد العمليه. انا الاولانيه صناديق شرعيه. يعني ايه صناديق شرعيه؟ المفروض كان الصندوق يتعمل بقرار من رئيس الجمهوريه، يتحول بقى بقرار من الوزير، يتحول بقى بقرار من طب والصناديق الحرام دي؟ الصناديق الشرعيه والصناديق الحرام. لا، اسمع، من هاجي لك الحرام. فالمحافظه دي الشرعيه، واللي بتحط حساباتها في البنك المركزي. 5,000 صندوق من النوع ده. عندك 12,000 صندوق ما هم غير شرعيين، يعني ما همش مسجلين لدى البنك المركزي، ويعملوا اللي هم عايزين يعملوا، يعملوا يفتحوا حساب في الداخل ويصرفوا زي ما عايزين. في جهه موجوده نظريا بتراقب عليهم، اسمها جهه الرقابه الماليه، اظن في تبع هيئه سوق المال. ما فيش تقرير واحد طلع منه عن اي صناديق. فالصندوق ما دام انا مسؤول عنه، هفتح حساب في مصر او خارج مصر. شوف بقى النتيجة كده ايه. دول 12,000 صندوق يا دكتور. 12,000 صندوق دول اللي في الحرام يعني. انا عايز اقول لك على الصندوق اللي هي الشرعية اللي هي كانت موجودة في 2011، كان فيها 14.07 مليار دولار. في 2014 نزلوا 3.7 مليار دولار. فبيسألوهم فين الشرعي، بيسألوهم فين الفلوس راحت، ما قدرش يجاوب، والى الان ما تجاوبش. هل في موجود دلوقتي؟ ده اللي هم ال 5,000 صندوق شرعي الشرعيين. هل ايه بقى اللي موجود فيهم دلوقتي؟ اللي موجود فيهم دلوقتي عجز ب 27 مليار دولار. يعني المبلغ اللي كان فيه 2000 سوري ب 27 مليار دولار ولا 29 مليار جنيه؟ لا، دولار. طب وهم بيحط، ما هي الصناديق جوه مصر بتجمع بالدولار ازاي؟
لا انا هو طبعا في عندك صناديق بتجمع بالدولار 100%، اللي بيشتغل في حاجه لها علاقه الصناديق بالدولار دي داخل دكتور، الصناديق دي داخل مصر بتجمع، بتتعامل مع جهات مصريه. لا وممكن تبقى لها ايرادات من الخارج. زي ايه؟ بتصدر، ممكن تكون بتصدر بتستورد يعني، او بتشتغل في حاجه مواد خام لها قيمه او خلافه، او بتشتغل مع شركه. طيب يعني طلع عندهم 29 مليار دولار عجز. لا خليني الكويستن، انت ذكرت الموضوع ده، هو الرقم مكتوب بالجنيه انا حولته للدولار. اوكي، عشان كده. اوكي، علشان اشرح الفرق، الفرق بين ال 14 و7 مليار دولار الاولانيين خالص والوضع الحالي دلوقتي. كويس. عملت انا عملت الحسبه من الجنيه الى وعلى ال 30 قرش الى الدولار، دلوقتي عندك عجز 27 مليار دولار. فانت كان عندك 14 و7 راح طاروا، طار منك تاني 27، بيطوروا لمين بقى؟ بيطوروا بالدرجه الاولى لاقتصاد الجيش والصناديق. بعض هذه الصناديق سري زي الصناديق السيادية، وبعدها لا يا دكتور، دكتور محمود، العجز 27 مليار دولار. نعم. بتاع ال 5000 صندوق دول الشرعيين. نعم. اللي هم في الحلال. نعم. حلو قوي. مين اللي طار في الموضوع؟ ال 27 مليار دولار؟ انا ما اشرح السؤال. حضرتك قلت في عندنا 5000 صندوق شرعي، لما جم يحاسبوهم طلع ان هم عليهم عجز 27 مليار دولار، هم بالجنيه بس. لا حضرتك لا لا، البنوك نفسها عندها عجز 27 مليار دولار، مش صناديق. مش الصناديق. اوكي تمام. انما معنى كده ايه؟ ان المبلغ اللي كان موجود عندهم 14 و7 طار، وبعدين ما عادش فيه حاجه تاني. فال 14 و7 دول طاروا لحساب الجيش. الله، شوف انا هعمل جمله واضحه جدا. انت عندك ربع، عندك مجتمع ربع نسبه ربع في المية، ربع في المية بيتحكم في تلتين الاقتصاد، و105 مليون بيتحكموا او يمتلكوا تلت الاقتصاد. اللي هو الربع في المية ده لا بيدفع جمارك ولا بيدفع ضرائب ولا بيدفع رسوم ولا بيدفع ثمن لاي اصول اتحولت ليه. يعني مصر للتامين اتحولت من حوالي اسبوعين ما دفعش فيها ولا مالي، ولا بيدفع ديونه. فالنتيجه هذا ان ما يبقى اتنين، ما يبقى تلتين الاقتصاد بتاعك في ايد ربع نسبه من نسبه الربع من السكان، والجيش بالقانون سري ما تعرفش مين اللي بيستفيد وراه، والصناديق بعض الصناديق السريه، الصناديق السياديه كلها طبعا سريه ما نعرفش مين اللي وراه. فانت عندك عمليه نهب منظمه من اقتصاد شبه سري وصناديق ما تقدرش تتحكم فيها لانها بتتحكم في نفسها، انت مفتتهم بنفسك. فانت في بلد فيها على الأقل 15,000 ميزانية، كل واحد فيهم بياخد إيرادات. طب ما هو أنت هنا يا دكتور قلت الكلام ده، هنا قلت قبل كده في حوار معايا وأنا فاكره، قلت ما في حل للاقتصاد المصري غير إن كل إيرادات الدولة تدخل في ميزانية، أو في ميزانية الدولة بالجيش بكل حاجة بالصناديق، كله يبقى على ترابيزة وزارة المالية وداخل الموازنة المصرية. حضرتك قلت كلمة. انما لو انت زي ما انت شايف متفتته لحوالي 15,000 جهه بتتحكم فيهم، اللي بيتحكم في التلتين بتاعه الجيش والصناديق، والصناديق ده مبلغ خرافي لسببين. نمره واحد، شاذ لانه سري، يعني الدول بتعرف ان الجيش بيتحكم احيانا بيمتلك اصول انما ما بيبقاش سري. اثنين، ان هو بينقل الاملاك بدون ما يدفع ثمن، ما فيش دولة تيجي تنقل حاجة كده هو بجرة قلم. ثلاثة، الإيرادات على طول مباشرة بتروح لجهة غير الشعب،
أربعة، ما فيش إشراف وما فيش، وفي حصانة قانونية ما تقدرش تاخدهم للمحاكم. النقطة اللي أنا عايز أقولها هنا بالآتي، إحنا قرفانين وزعلانين علشان صندوق النقد عايزين منه 10 12 مليار دولار، بينما ده هينتهي في النهاية إن أنت هتبقى مستدين. لا، أنا عندي اقتراح أبسط، الجيش يدفع الجمارك، صندوق استيادي يدفع الجمارك دي بالدولار، خلاص وانتهينا، وده جزء من البلد ودي فلوس للبلد. ايوه، ايه الحكمه ان الجيش ما يدفعش لي بينما انا راجل تاجر في السوق او صانع مصنع في السوق زيه بالضبط وبدفع، وفي نفس الوقت تيجي تقول يا شعب انت عندك تضخم، انت عندك انخفاض في الجنيه، انا عندي مشكله في العمله لان اللي ماسك العمله حاططها بجيبه ومش بيديق ومش بيساعد، انت عندك مشكله في التضخم، عجز الميزانيه، يعني انت لو سالتني اول سؤال المرتبات بتيجي منين؟ امرها بسيط جدا، خليهم يدفعوا الجمارك، خليهم يدفعوا الضرائب وتامينات وضرائب والرسوم، الفلوس موجوده اوريدي يا جماعه، الفلوس مسروقه بالعربي، وانا مش بقولها كشتيمه يعني، انا بقولها كوصف، بدل ما تيجي تتعامل لي مع صندوق النقد او مع الخليج او تبيع اصول، اطلب علشان تحل مشكلة العملة، اطلب الجمارك حتى بأثر رجعي عشان تحل مشكلة المرتبات والتضخم والكلام ده، اطلب الضرائب، اطلب الرسوم من الجيش أو من الصناديق، المشكلة أكبر مشكلتين حلت. حاجة أخرانية، إزاي أنا أقترض كجيش أو صندوق سيادي واللي يدفعها التلت الغلبان الشعب؟ ده الجيش اللي اقترض والصندوق السيادي اللي اقترض، انما اللي بيدفع مين؟ الميزانيه العامه، يعني بياخد يقترض وحطها فوق دماغك، هو مش بس بيكتفي بانه بياخد الاصول ببلاش وما بيدفعش ضرائب، ما بيدفعش جمارك، ما بيدفعش رسوم، وعنده مزايا، عنده فنادق وعنده شواطئ وفي نفس الوقت لما يجي يقترض انت اللي تدفع. ما هو يا دكتور عشان الطياره اللي وراك بس، وانا برضو يعني كلانا الحقيقة على سفر، ما هو ده، دي الدولة العميقة اللي عملت الانقلاب، ودي الدولة العميقة اللي بتحافظ على أي نظام لها مصالح، إن النظام اللي يجي يفضل الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء إلى القرض.